هنتكلم عن أهمية المؤتمر النهاردة ودوره في يعني إقرار حقوق المرأة بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية. تمام. هو المؤتمر النهاردة الحقيقة ده مجهود لشغل من سنة 2002 كنا احنا اشتغلناه ما بعد قانون الخلع حوالين تجميع احصائيات عن هل قانون الخلع حل اشكاليات ولا لا. واحنا بنجمع احصائيات لقينا انه الاشكاليات كتيرة جدا اللي خاصة بالمرأة المصرية جوه قانون الاحوال الشخصية. بعد شوية واحنا بنشتغل على اشكاليات المرأة لقينا انه كمان حتى الرجل عنده اشكاليات جوه قانون الاحوال الشخصية، حتى الاطفال نفسهم كمان عندهم اشكاليات، لانه انت بتتكلم على اب وام هم اللي مسؤولين عن الأطفال حتى بعد انفصالهم. فبدأنا نشتغل على فكرة صياغة قانون متكامل، علشان كده هتلاقي ان القانون بتاعنا اسمه قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، لأنه المقترح هي بيتطرق لحقوق النساء وحقوق الرجال وحقوق الأطفال جوه الأسرة المصرية. ده إن شاء الله هيعرف بنلاقي ان في حقوق منتقصة من حقوق المرأة داخل العديد من القوانين، مش الأحوال الشخصية أكيد. بس وده اللي عانت منه الدساتير المتعاقبة على مصر، لكن حقوق الرجل ده الجديد اللي انتوا بتلفتوا النظر ليه، حقوق الرجل، حقوق الطفل كمان، مكونات الأسرة الأخرى، الرجل والطفل، ايه اهم الانتقاصات اللي حقيقة اهم النقاط؟ مثلا ان انا عندي قانون الأحوال الشخصية الحالي بيخلي ترتيب الأب في الحاضنين ممكن يوصل ل 14 درجة، ل 14 احنا كل المقترح بتاعنا بنخليه هو الدرجة الرابعة، بحيث انه تكون بالاساس الحضانة للأم، الأم مش موجودة او متزوجة بتبقى لأم الأم، أم الأم مش موجودة بتبقى لأم الأب، ولو أم الأب مش موجودة بتبقى للأب نفسه. فده جديد. في كمان الجزء اللي خاص برؤية الأطفال، احنا عندنا القانون بيقول ان الطرف غير الحاضن من حقه يشوف الأطفال طبقا للوقت اللي هيحدده القاضي 3 ساعات يمكن في الأسبوع في مكان عام. احنا مش مع دوت، لانه ده حقيقي مش بيبقى فيه تواصل ما بين الأب وابنه او اولاده من الطلاق يعني. فاحنا بنطالب ان يكون فيه استضافة للطفل، يعني يكون في يوم في الاسبوع يوم في الشهر الاب بياخد الطفل يبات، يعني رؤيه معيشه احنا بنسميها كده يعني، ويكون في تواصل ما بينهم تبع المصلحه الفرديه. بنشكر حضرتك استاذه سهام، نتمنى لك التوفيق في المؤتمر ان شاء الله.